We will live, let our people in Palestine be under occupation. We will not accept anymore any settlement in Palestine. Settler colonialism has ended in Algeria, in South Africa, in Congo, and elsewhere. We stand here in Place Lumumba Square. We salute Lumumba. We salute the Congolese movement. We salute the struggle of Africans. We salute the struggle of the African people, of the Latino people, of the Asian people, the Filipino people, and of course, our Arab people, the Kurdish people, the Turkish people, and everyone struggling for liberation, for equality, for justice, everyone who is struggling against occupation, against colonialism. We will not defeat it. Comrade George Ibrahim Abdallah, the one who was arrested in France, has taught us something, that we should stand on our principles. We will never give up. He told us that only together, and only together, we will win. Palestine fadha, Palestine will be victorious. Palestine sawfa tantasir. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم بعيب على الاتحاد الاوروبي ازدواجية المعايير اللي عم بيتخذها بحقنا نحن الفلسطينيين باي شيء عم بيصير في فلسطين عم بيتم اتخاذه او معاملته بازدواجية معايير اي شيء بيحصل من قبل الفلسطينيين يعتبر ارهاب ومعاداة سامية اي شيء بيحصل من قبل الطرف الاخر اللي هو المحتل في فلسطين عم بيتخذوه بانه هو ديمقراطية وانه هو الحق وانه هو الشيء او هو يعني رد طبيعي على اي فعل ارهابي عم بيقوم الفلسطيني وهذا الشيء غير صحيح ازدواجية المعايير عم بيقوم فيها الاتحاد الاوروبي تجاه الفلسطينيين من تكميم الافواه لان احنا الفلسطينيين موجودين حاليا في اوروبا من تكميم افواه الفلسطينيين الموجودين هنا من عدم ذكر القصف الاسرائيلي اللي عم بيصير على المناطق الفلسطينيه مثل غزه على سبيل الحصر لا على سبيل الحصر دائما عم بيتم يعني التحكيم عليها ما عم بيتم ذكرها في الاعلام وعم بيتم منعها من النشر وعم بيتم التضييق علينا نحن كفلسطينيين موجودين في اوروبا فهي هي ازدواجيه المعايير اللي عم بيتعامل فيها الاتحاد الاوروبي يعني تجاهنا نحن كفلسطينيين في موجودين حاليا في اوروبا التجارة الحرة هي يعني واحد من الأسباب اللي عم بيخلي أو عم بيدعم الاحتلال الصهيوني وعم بيساعد المستوطنين على بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبناء مستوطنات على المنازل اللي عم بيتهجروا منها وهذا الشيء عم بيساعد دائما دولة الاحتلال طبعا على تعزيز قدرتها العسكرية لقتل الفلسطينيين في فلسطين وقصفنا نحن كفلسطين وبقائنا نحن مهجرين يعني كفلسطينيين أو لاجئين فلسطينيين في الخارج. شاركتنا لليوم في مسيرات العودة لإرسال رسالة للاتحاد الأوروبي ولكل المتواجدين في أوروبا بتأكيدنا على حقنا في حق العودة وتقرير المصير والمطالبة بشرعنة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وأنواعها هاي احنا عملناها قدام الاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي لتوصلهم الرساله واضحه بمطالب الشعب الفلسطيني اللي هي اصدق واوضح من مطالب السياسيين الفلسطينيين بانه نحن مصممين على حقنا في العوده لفلسطين التاريخيه وضد قرارات تقسيم فلسطين او حل الدولتين او ما يمنح من الدول الاوروبيه ومقاومتنا الشعبيه والمسلحه والكفاح بجميع اشكاله ونضالاته هو حق مشروع للشعب الفلسطيني وكمان لنأكد انه اذا الاتحاد الاوروبي
بحاول انه يساعد في حل قضية الشعب الفلسطيني هو يحلها بما يمليها عليه الشعب الفلسطيني في ارض الواقع وليس ما تمليه عليه الحكومات الصهيونية. ويا مسار سير سير يا مسار سير سير العودة وتقرير المصير Defeating Israel means defeating this colonial institution means paying back to all Africans, Algerians, Moroccans, Sahrawi, second, third generations in Brussels. We built this city and we still face fascism and racism. So we will say no to this, not only in Palestine, but here in Europe, there in the United States, and in all Arab countries. Together, as Comrade George Abdullah said, we march together, and we will win only together.